نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، بدايه ولا اروع، تمكن النادي الاهلي من احراز هدف مبكر زي ما بنتمنى دائما، ولكن فقدنا السيطره مباشره بعد الهدف في نص ملعب. الحمد لله على الشوط الاول والتقدم بهدفين لهدف. تمنينا في اول مباراه السيناريو ده. الحقيقه وحصل تحركات، من اول تحرك سليم ابتدى محمد شريف انه يترجم بهدف، وهدف الحقيقه يعني يشكر عليه في التحرك بتاعه والباص من بيرستاو الى تنفيذه الى حارس مرمى برضه المريخ، ساعدنا فيه كتير. وفجاه وكان الاهلي فاز بالمباراه خلاص. تحرك ضعيف، بطء في الباص، اديت الفرصه لفرقه المريخ انها تمسك الكره وتحس بنفسها، بدل ما هي بقت متوتره ودخل فيها هدف، لا حسوا ان هم عندهم امكانيه ان هم يروحوا الناحيه الثانيه. مع انهم ما راحوش الناحيه الثانيه الا متاخر قوي كمان، يعني حتى محاولاتهم كلها فاشله. بالظبط. انت ما كانش عندك الرغبه في انك تعزز الهدف والثاني والثالث. في كل هجمه يا ايمن انت ممكن تجيبها جول لو انت بتتحرك سليم. كل هجمه لو انت فكرك انك تخلص المباراه او ونشوف شوط ثاني نقدر المدير الفني يعمل تغييرات، يعمل اي حاجه. انما من اغرب الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي، من اغرب التصرفات اللي دفاع النادي الاهلي، يعني حتى رامي ربيع بيتفرج على راجل هو معهوش حد ومفيش غير واحد في ال 18 والتاني هيحطها قافل عليه محمد شناوي. الراجل ده لو اتمسك وهتطلع كره بره ولا في اي حاجه خالص، يعني ما اعرفش، تفكير بطيء، احساس بالمكان نفسه. خدت بالك مش شايف غير اتنين بس لابسين اصفر يعني. لا ارجو من التنفيذ في المنطقه دي يبقى التنظيم الدفاعي ما كانش كويس. من ما فيش، انا ما بتفرجش على واحد بيبصي لواحد وانا واقف ماسك نفسي. يعني ده جول، ما يعني فاهم قصدي، هديه ما يخشش في النادي. انت بتدخل فرقه معاك في الجيم تاني وتعمل ضغط على نفسك انت. فارجو ان الشوط الثاني يكون اسرع، يكون بالتحركات. يعني الجول الثاني اللي احنا جبناه احمد عبد القادر عمل شكل كويس قوي، عمل عرضيه واستغلها محمد شريف وجاب جول. عايزين نفس الشكل، نفس التحركات، نفس الضغط. ما ينفعش انت في ثانيه تبقى معرض دلوقتي انك انت تتعادل او ممكن يخش في، ما اعرفش، في حاله النهارده انا ما فهمتهاش بعد الهدف الاولاني وبعد الهدف الثاني كان عندك برضو ممكن انك انت تزود الثالث والرابع. ارجو ان حاله النادي الاهلي وان الجهاز الفني يرجع لعيبه ثاني للمباراه بهدف سريع باذن الله. طيب كابتن اسامه، نقول الاحصائيات بتاعت الشوط الاولاني بالنسبه للاستحواذ، النادي الاهلي 56% مقابل 44% للمريخ السوداني، تصويبات على المرمى النادي الاهلي 3 من 4 والمريخ 1 من 4 على المرمى، ركنيات الاهلي 0 المريخ 1، التسلل الاهلي 1 المريخ لا شيء. كابتن اسامه، أسباب فقدان السيطرة في نص الملعب بالنسبة للنادي الأهلي بعد الهدف مباشرة؟ كمية الجري قليلة من معظم اللعيبة، خطوط متباعدة جدا، يعني في فرق كبير قوي بين شريف وأحمد عبد القادر وبيرستاو ومجدي، وبعدين ديانج وحمدي، ديانج والسولية بعديهم بمسافة، وبعدين محمد عبد المنعم والمدافعين تحت قوي. احنا بنلعب في مسافة 70 أو 80 ياردة، طولين الملعب علينا، مفتوحين جدا. وعلى فكره هم نفس الشيء على المريخ، نفس الشيء، ولكن انت بعد الهدف الاولاني مفيش، يعني مفيش سيناريو هتتمناه اكتر من كده. في الدقيقه 2 بتجيب هدف واكيد تعمل لهم ربكه، لكن العكس حصل، ان هم اللي ابتدوا حركتهم اكتر، هم اللي بيقربوا لبعض اكتر، هم اللي سيطرتهم على الكوره بقت اكتر. صحيح مفيش خطوره على مرمى الاهلي قوي، ولكن بينقلوا الكره في نص الملعب بسلاسه جدا. ما عندكش انت الفرقه مش بتلعب كتله واحده زي ما بنقول، وما فيش ضغط كبير في وسط الملعب. صحيح. يعني الخماسي بتاع نص الملعب مش قافل مع بعض وبيضغط عشان يقطع الكوره، فدي عامله لك مشكله. ثانيا في تمرير خطا كتير. كابتن اسامه، يمكن دي البدايه، وتمرير بيرستاو الهايله لشريف، وتصرف اكتر من رائع لمحمد شريف. طبعا تمريره قلنا في العمق بتاعهم، اي تمريره في العمق هتضرب الديفنس، تعمل مشكله، تعمل مشكله. فاول دقيقتين بيرستاو شايف شريف وقفه دفاعيه خاطئه جدا. شريف اتحرك كويس طبعا، بس هي برضه وقفه خاطئه جدا منهم،
شريف اتحرك كويس اتلعبت له، ورغم ان هي فتحت منه شاط بالشمال، بس طبعا الجون برضو بامانه ساعد فيها جدا لانه خرج بره الجون خالص، يعني فتح الزاويه لشريف خالص خارج بره الجون خالص. بس شريف عملها كويس قوي، شريف اتعملت من شريف حلو. لا ما هو انا ما بتكلمش ان اتعملت من شريف كويس، ولكن ما فيش شك ان الجون ساعد فيها ان خرج بره المرمى قوي. فاحنا انا شايف ان المسافات كبيره جدا. انا شايف انه لازم حمدي فتحي ينزل في وسط الملعب النهارده، السوليه مش في حاله جيده، ممكن جدا يريح ما فيهاش مشكله، وينزل حمدي يقفل مع ديانج في نص الملعب، لان نص الملعب متاخد مننا خالص. صحيح. طيب كابتن عادل، ليه الهدوء سيطر على لعيبه النادي الاهلي بعد الهدف الاول؟ نعم، الهدوء سيطر على لعيبه النادي الاهلي بعد الهدف الاول وكان المباراه خلصت. علشان الهدفين اللي جبتهم المفترض انك انت تزيد وتضغط عليهم. فرقه المريخ عندها عيب خطير جدا، واحنا اتكلمنا فيه، ان هم عندهم الصعوبه ما بين الباك رايت والسيرد باك ناحيه اليمين، والباك ليفت والسيرد باك ناحيه الشمال. شفنا الجون الاولاني من محمد شريف، شفنا الجون الثاني من عبد العادل لما رقص ودخل وبصيها لمحمد شريف ثاني. بس هي المشكله عندك انت اللي خلاك انت في الهدوء الكامل ده، بعد المسافات عن بعض، ده رقم واحد. احنا حذرنا كتير وقلنا مباريات المباريات اللي زي ديت لازم تعمل البلوك بتاعك يبقى قريب من بعض علشان حته ديانج والسولية ما يتعبوش. احنا شفنا ان هم خدوا نص الملعب كامل بقيه الشوط الثاني بعد الهدفين. ليه؟ علشان انت في بعد ما فيش مساعده من علي معلول ومحمد هاني اللي طلعوا نص الملعب، السرتباكين اللي موجودين محمد عبد المنعم ورامي، حتى الجون اللي دخل فيك دخل فيك علشان الحته بتاعه العمق الدفاع اللي عملته، ده رقم واحد. رقم اتنين المهم، عاوز ترجع للمباراه لازم تنزل حمدي فتحي مع ديانج والسوليه. طيب. وليس طيب. واحد فيهم بس. كابتن بلال، هل اللعب بثلاثه في نص الملعب زي ما قال الكابتن علاء يديك الافضليه تاني والاستحواذ والسيطره والتامين الدفاعي، ولا نكتفي باثنين بس نضغط على فريق المريخ السوداني زي ما بدانا اول دقيقتين؟ طيب يا كابتن، لازم تعرف المشكله فين، يعني مشكلتك في، هل مشكلتك فيك انت شخصيا، ولا في طريقه اللعب، ولا في اداء اللعيبه، ولا في تراجعهم؟ مشكله النادي الاهلي النهارده بعد تسجيل الهدف الاول انك انت اللي تراجعت، انت اللي اديت فرصه للمريخ ان هو ينتشر، انت اللي اديت فرصه ان هو يستحوذ، انت اللي رجعت بخطوطك كلها للحته الدفاعيه، رجوع غير منظم. انت لو فضلت، مش عايز اقول لك تضغط عليهم طول الماتش، لان مفيش فرقه في العالم بتضغط طول ال 90 دقيقه، لكن في فرقه بتبقى منظمه طول ال 90 دقيقه. هو ده الفرق بين الاثنين، انك انت طول ما انت منظم، طول ما فيش فرص للمريخ، طول ما الكره قدام عينيك، طول ما فيش يعني، طول ما انت مستحوذ وبتشتغل بشكل كويس عليك. انت مشكلتك بس النهارده كلها كابتن، انت مش قادر تستغل الحاجات، نقط الضعف اللي موجوده عند المريخ. انت عندك كابتن، ده الهدف الثاني معانا برده سريعا، كره ده من عبد القادر. طبعا زي ما اتكلمنا كابتن، المهارات الفرديه هي حل مهم جدا. صح. جدا جدا من الحلول في الماتشات اللي زي دي. مظبوط. بس انت النهارده قدام فرقه دفاعيا يعني عندها مشاكل كبيره جدا. مظبوط. النهارده الاثنين السنتر باكس مصطفى وحمزه داوود يا كابتن، والاثنين الباكين بعاد جدا عن بعض. بص في الهدف حتى، بص الهدف ده قبلك دليل. طبعا يعني بص يا كابتن، يعني النهارده احمد عبد الدار مع ثلاثه وشريف فاضي ناحيه ثانيه، وبيرسي تاو جاي من الناحيه الثانيه برضو. صح. لو عدت على فكره شريف هيجيبها لبيرسي تاو. مظبوط. فهم عندهم مشاكل كبيره جدا في الرباعي الدفاعي. طب حلول مستر موسيماني الشوط الثاني للسيطره على نص الملعب؟ بص يا كابتن، شوف انت ممكن تغير لعيب للعيب. احنا بص لو هنبتدي نغير في الطريقه كل مباراه، يبقى كده مش هنثبت على شكل محدد. انت ممكن تغير عمرو السليه مع حمدي فتحي، وبكده يبقى انت قفلت الحته الدفاعيه بشكل كويس. ديانج يبقى هو عنده مطلق الحريه او يدافع كمان، وتبتدي تستعين بمجدي قفشه بس كبلاي ميكر، هو اللي ينظم العمليه، عمليه الاستحواذ بتاعه النادي الاهلي. وممكن يغير السوليه وينزل مكانه حمدي فتحي، يبقى ده التغيير الانسب في الوقت الحالي باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.